السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري مع أمينة. إذا كنتم تشوفوا القناة لأول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس به يوصلكم جديدي. وصفتنا لنهار اليوم تاكوس غراتيني، طريقة سهلة وبسيطة، ويجي المنظر تاعو كيما تاع البرة والمذاق تاعو خيالي. راح نمد لكم كل أسرار نجاح العجينة تاع التاكوس ومع الحشوة تاعها. نبدأ بالمقادير اللي نحتاجها في العجينة. نحتاج 3 كيسان فارينة، ما يعادل 300 غرام. أنا الكيس هذا لو يرفد لي 100 غرام. ملعقة غبرة تاع الحليب، ملعقة خميرة تاع الخبز مع نصف ملعقة سكر حبيبات، الملح وزوج ملاعق زيت عادي نباتي، والماء الدافي به نلمو بها العجينة. نبدأ على بركة الله، نحط المقادير على جنب ونبدأ بالعجينة. ديما كي تبداو ابداو بالعجينة به تخمر وباش تمروا للحشوة. نجيبو الريسيبيون نحطو فيها الصفاية ونبدو نحطو فيها كمية الفارينة اللي قلنا 3 كيسان ما يعادل 300 غرام. راح تهبط لكم كمية لا بأس بها. ديما الفارينة حابو انكم تغربلوها سواء في العجينات كي تكون مملحات، ولا تقدروا ديروها فينا في الحلويات لازم ديما تغربلو داكش الحبيبات هذوكم راح يفزو ليكم العجينة. شوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها. نضيف عليها كمية غبرة الحليب اللي قلنا ملعقة واحدة مع كمية خميرة الخبز والسكر. لهنا لحد الآن طريقة سهلة وبسيطة. نضيفوا كمية الزيت اللي قلنا 2 ملاعق، ملعقة الأولى ملعقة الثانية. نحرك المكونات مليح بأطراف الأيدي باش نتأكدوا أنها الخميرة والغبرة تاع الحليب والزيت انسجموا غير بأطراف الأصابع. لهنا هذه العجينة تجيكم بزاف هايلة. بعد ما تحركوا كل المكونات نضيفوا كمية الملح. لهنا ما تكثروش الملح بزاف داكش الفارينة راهي كمية قليلة. ونبدأ نعجن فيها بالماء الدافي. لهنا نعطيكم تتبيرة اللي تحب تستعمل الحليب في العجينة تحب تعجن بالحليب تقدر، بصح تنحي الملعقة تاع الغبرة تاع الحليب وتعجن عادي بالحليب. واللي ما تحبش العجينة تاعها تكون فيها الغبرة تاع الحليب والزيت والخميرة، راني دايره في القناة خبز التنتوني اللي قلت لكم ذوقته في تركيا. هذاك تقدروا تستعوضوا هذاك الخبز في التاكوس، يجي بنين بزاف وهايل وفي نفس الوقت اقتصادي غير بالفارينة والملح والماء. تقدروا ديروا العجينة تاع التاكوس. انا اليوم حبيت ندير هذه العجينة، وانتوما اختاروا الشيء اللي يناسبكم وموجود عندكم في المنزل. واللي عندها العجان الكهربائي تقدر تحط كل المكونات في العجان وتعجن. كما نعرفوا انها الفارينة ما تحتاجش مدة كبيرة في العجن تاعها غير باطراف الاصابع تتلم كما الوصفات هذوما. ديما الولاد تاعنا يحبوهم، ماذا بكم ديروهم في الدار ويكونوا اقتصاديين. خاطرش نعرفوا انه هذوما تاكوس راهو يتباع غالي، بصح كي ديروه في الدار راح توفروا يجيكم اقتصادي وكل العائلة تتناول. نلم مليح العجينة بأطراف الأيدي حتى نتحصل على العجينة تكون متماسكة. لهنا راهي بدات تتلم معايا كما شفتوا غير بأطراف الأيدي كنلم فيها، ما تعجنوهاش ولازم تكون العجينة تاعها تتلصق شوية، ما تكونش طرية وما تكونش يابسة. شوفوا القوام تاعها، هذا هو القوام. بعد ما تلموها لازم تحصلوا على النتيجة هذه تكون طرية. في الأخير تضيفوا ملعقة تاع زيت تكون صغيرة ماهيش كبيرة، واللي تحبوا تستعملوا الفارينة. ونبدأ نجمع فيها بالطريقة هذه ونغطيها ونخليها حتى تخمر. المهم حطوها في بلاصة دافية باش تخمر لكم بالخف. ما بين العجينة تخمر راح نمر لتحضير الحشوة. لهنا عندي صدر دجاج راح نقطعه بالطريقة هذه، راح نحلو بطريقة طولية شرائح. لهنا تحبوا ديروه مكعبات ولا تحبوا تستعملوا الطريقة هذه راح نستعملها أنا اليوم. نقطعوا كامل صدر الدجاج إلى شرائح تكون الشريحة رقيقة ماهيش خشينة. هذه طريقة بزاف هايلة. اليوم الحشوة حبيتها تكون غير بصدر الدجاج، مانيش راح نستعمل اللحم المفروم. وانتوما راني دايرة في القناة وصفة التاكوس باللحم المفروم وصدر الدجاج، تجي بزاف هايلة. درك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. نبدأ نقطع فيها بالطريقة هذه على شكل طولي. شوفوا كيف تجي، تجي رقيقة بزاف. هذه الحشوة تجي هايلة، المهم الشكل تاعها يجي هايل، مديرهمش خشين. وكيما قلت لكم تقدروا تقطعوهم مكعبات تكون صغيرة. انا اليوم حبيت هذه الطريقة في التقطيع.
راح ندير الحشوة، راح تكون بصدر الدجاج والبطاطا والكريمة. راح ندير لكم كريمة بزاف هايلة تاع الجبن، تجي كيما تاع البرا البنة تاعها. تبعوا الوصفة من الأول للآخر والتزموا بالملاحظات اللي نمدها لكم، أكيد راح تنجحوا في الوصفة. أنا نكمل نقطعها كامل بالطريقة هذه ونكمل الوصفة مع بعضنا. بعد ما قطعته إلى شرائح بالطول حطيته في المقلاة، نجيبوا لي زيبيس. لهنا عندنا الشاورما، هذه البهارات راح تتباع لبرا ومتوفرة في الأسواق، تعطي بنة هايلة للدجاج. ثوم مرحي، إذا ما عندكمش تقدروا تستعملوا حتى العادي، حبة عادية وتربيوها. نضيفوا الكاري، لهنا الكمية عينكم ميزانكم، ما تجاوزوش نصف ملعقة. نضيفوا الزنجبيل، لهنا هذه التتبيلة بزاف تجي هايلة في التاكوس ولا في الملفوف. ونضيفوا الفلفل الابيض، اذا ما عندكمش تقدروا تستعملوا الفلفل الاسود. هذه فيما يخص لي زيبيس، بلا ما ننساو الملح. نديروا رشه تاع ملح، ونضيف زوج ملاعق تاع زيت. تحبوا تستعملوا زيت الزيتون ولا زيت النباتي لكم الاختيار، وتحكموا تحركوا المكونات بارد في بارد قبل ما تحطوها على النار. لهنا بعد ما حركت شفتها مخصوصه، راح نضيف لها الفلفل الحلو ولا الحار كما حبيتوا. لهنا راح نستعمل الحلو، نديرو كمية مليحة، نكتفي بهذا القدر. ونحرك بارد في بارد قبل ما تحطو على النار، ونغطيوها ونحطوها على النار. منضيفولهاش الماء، على نار هادية ونخلوها تتقلى. لهنا العجينة شوفوا راهي اختمرت ما شاء الله، لازم تخلوها تضعف الحاجة نتاعها مليح. نزلوها بأطراف الأيدي، نرش بالفرينة مه مترسقليش. لهنا الطريقة تاعها سهلة وبسيطة. تحبوا لهنا تشكلوهم كامل كويرات، الحجم تاع الكويرات كيما حبيتوا، تحبوها صغيرة ولا كبيرة. نحب هذه الطريقة. أنا اليوم مانيش راح ندير الحبة تكون كبيرة بزاف، خاطرش قلت لكم راح نديرو غراتيني في الفرن، تكون الحبة متوسطة. لهنا ديما اختيار يرجع لكم. لهنا ماذا بيكم كي تشكلوها كويرات خلوها ترتاح شوية، وابدو حلوها بالحلال. شوفوا الكمية اللي استعملتها ما شاء الله، 3 كيسان. شوفوا واش خرجولي. لهنا نبدا نحل في الحبه على شكل دائري، ديما نساعد روحي بالفرينه. وماذا بكم حلوها رقيقه. هذه الوصفه تاع التاكوس راح نزكاها بالبطاطا، راني قشرت البطاطا وحطيتها تتقلى عادي في المقلاه. والدجاجه وطيف، وهذه تقدروا تطيبوا العجينه في المقلاه العاديه اللي ممكن نديروا فيها الكريب، ولا تقدروا تستعملوا الطاجين تاع الحديد. لهنا نتوما واش كاين عندكم متوفر في المنزل. انا نقول المقلاة والطاجين به اللي عنده يقدر يستعمل هذه الوصفه ويجربها في المنزل، اكيد راح تفرحوا بها خاطرش راح تجي بزاف بنينه والمنظر تاعها هايل. نبقى نحل فيها على شكل دائري كما قلت لكم، حلوها رقيقه وحطوها تطيب، ونرجو نكملوا باقي الوصفه. صدر الدجاج راهو قاعد يطيب على نار هاديه. شوفوا كميه السوائل هذه، هذه الكمية راهو سيبها صدر الدجاج، ما ضفتش الماء. لذا ديما ديروا الطريقة هذه، حطوه في مقلاة وغطوه. أنا المقلاة تاعي راهي طيب على البخار، هذا البخار هو اللي يزيد يساعد صدر الدجاج على الطيب ويجيك مطري وما يجيش ناشف. ديما غطوا المقلاة تاعكم وخلوه يطيب على نار هادية حتى تحصلوا على الدجاج يكون طايب. لهنا صدر الدجاج راهو طاب، شوفوا النتيجة اللي تحصلوا عليها. برك راح نفرغوا في صحن، وفي نفس المقلاة نخدموا مع بعضنا كريمة الجبن اللي تجي بزاف هايلة في التاكوس. في نفس المقلاة مقلاة تغسلوها، نحو برك صدر الدجاج، نحطوا كاس تاع كريمة سائلة خاصة بالمطبخ، نضيفوا عليها كاس حليب، يعني كاس كريمة بكاس حليب، ونخلوهم على النار. نضيفوا لها الفلفل الأسود مشي بزاف. لهنا شوفوا هذه الصلصه تاع صدر الدجاج، راح تعطي لون مليح للصلصه تاع الجبن. وكي تحبوها حاره تقدروا تضيفوا ملعقه صغيره تاع هريسه. انا ما حبيتش اليوم ندير الهريسه خصيصا للاطفال باش يقدروا يتناولوا هذه الصلصه، وانتم كي يكون عندكم اطفال تاعكم يقدروا يتناولوا الحار، ضيفوا ملعقه تاع هريسه. نضيفوا كميه الجبن، لهنا لازم تكون كميه معتبره باش تجي هذيك الصلصه بنينه. ونحرك مليح، ولهنا تقدروا تضيفوا حتى الجبن تاع المثلثات ولا اي نوعيه عندكم انتم تفضلوها. لهنا تبقى مساله ذوق،
نبقاو نحركو فيها على النار حتى نحصوها بدات تثقال وتطيب هذيك الصلصه تاعنا. اليوم ما حبيتش ندير لها الملح خاطرش الجبن راهو مالح، كي تذوقوها وتلقوها مخصوصه ملح تقدروا تضيفوا رشه ملح. نبقى ديما نحرك فيها لهنا نشوفوا الصلصه كيف راهي بدات تقعد، وشوفوا اللون تاعها جا بزاف هايل. راني ما ضفت لها ولا اي اضافه غير المقلات كي طيبت فيها صدر الدجاج. وهذه الصلصه تقدروا تستعملوها حتى في البيتزا بوازي تجي بزاف هايله. هذوما الوصفات كامل راني مجربتهم في القناه ودايرتهم. اللي تحب الوصفات هذوما ما عليها غير تدخل للقناه وتشوف وتختار الشيء اللي يناسبها. راني نغير لكم في الوصفات ونمد لكم العديد من الوصفات به وين تحبوا اي وصفه تلقاوها في القناه. وهذه الصلصه نفسها الصلصه اللي يعتمدوا فيها البرة، نحرك مليح ديما مع التحريك المستمر وخلها على نار هاديه حتى تحسوها بدات تثقل شويه، ما تخلوهاش تثقل بزاف باش البديكة ما تجيكمش ناشفه وتجي ماهيش مليحه. لهنا الحشوه راهي جاهزه معايا، البطاطا المقليه، صدر الدجاج، لهنا قطعت طماطم وفلفل والزيتون، جبن مبشور، ولهنا الصلصه تاع الجبن راهي جاهزه معايا. شوفوا القوام تاعها، هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه. درك نحط هذه المكونات كامل على جنب ونبدا نخدم التاكوز تاعي محشي. لهنا شوفوا العجينه تاع التاكوز قدواه تجي هايله، طيبوها بالطريقه هذه. لهنا نبدو نحشو فيها، نحطوا كميه من الصلصه مشي بزاف. لهنا اللي يحب الحار يستعمل الحار، نجيبوا كميه تاع الهريسه وتفردوها. لهنا الهريسه حسب الرغبه تاعكم. نضيفوا كميه البطاطا، لهنا حبيت نزكيها لكم بالبطاطا باش تكون اقتصاديه. واللي تحب غير صدر الدجاج واللحم المفروم راني دايره الوصفه، درك نحط لكم الوصفه في صندوق الوصف. بعد البطاطا نحطوا كميه صدر الدجاج، لهنا شوفوا الصدر الدجاج قدواه جا هايل ويجيكم بنين. نحطوا عليه كميه من الجبن المبشور، تحبوا تستعملوا حتى الجبن تاع السندويشات اللي يجي على شكل مربع لكم الاختيار. ونحط فوق منها الصلصه تاع الجبن، راح تعطيها طراوه وما تجيكمش الحشوه من داخل ناشفه. ونبدا نغلق فيها، نبدا من الاطراف، وهذه هي الحبه تاعي. شوفوا شكلها قدواه جا هايل. ونحطها في البلاط تاع الفرن. نزيدوا حبه واحده اخرى معاكم، نحطوا كميه من الصلصه، نزيدوا الهريسه هذه حسب الرغبه تاعكم، نفردوها مليح، نحطوا بطاطا الكميه اللي تفضلها نتوما واش كاين متوفر عندكم في المنزل. تحبوها غير باللحم المفروم وصدر الدجاج لكم الاختيار. لهنا عندكم تنساو ما تنضموش ليا في الجروب اللي دايرته في الفيسبوك طبخ وحلويات، درك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. وشاركوني تعليقاتكم وكش ما عندكم اقتراحات للقناة ولا وصفة حابين نديروها مع بعضنا اكتبولي في لي كومونتير، اكيد راح نديرها لكم. وديما نمد لكم الوصفات المجربة وتكون تنجح لكم من اول تجربة. نغلق بالطريقة هذه من الاطراف، وهذا هو الشكل تاع الحب. نكمل كامل الحبات بنفس الطريقة. بعد ما تشكلوهم بالطريقة هذه حطيتهم في البلاط على الفرن. لهنا عندي صفار بيضة، ضفت لها القليل من البياض تاع البيض ماشي بزاف، وندهنوا بها السطح تاع التاكوز يجي بزاف هايل. خلينا نديروه في المقلاة، واللي ما تحبش الطريقة هذه تستعمل المقلاة عادية ولا الآلة الخاصة بالتاكوز وتحمرهم عادي. ندهن مليح السطح باش نحصل بعديك على اللون الذهبي، رحناها غير بالعقل. صفار البيض راح يعطيها لون رائع، لك راح تجي اللون تاعها ذهبي. صفار بيضة واحدة راح يكفيكم، مام الشكل تاعو راح يجي هايل واقتصادي في نفس الوقت. راكم شفتوا زكيتو بالبطاطا وصدر الدجاج، خاصة الولاد توانا يحبوا الأكلات هذوما. خير من يشروهم من برا وتكون ماهيش صحية نديرهم في الدار. وراي هذه الكمية تخليكم تتناول العائلة كامل ويخرج لكم أرخص من تاع البرا. نتأكد أنه كامل الحبات فيهم الصفار تاع البيض. بعد ما تكملوا صفار البيض نحطوا فوق منه جبن مبشور، اي نوعيه نتوما عندكم في المنزل وتفضلوها، وراح يعطيها لون هايل وبنه. بصح كي ديروا ما تروحوش للجوانب غير في الوسط بركه. كلمسه اخيره للتزيين، نجيبوا الطماطم مقطعينها بهذا الشكل، وتقدروا تستعملوا حتى الفلفل الاحمر واش راه كاين عندكم في المنزل. لهنا لازم تقطعوها مربعات صغيره، راح تعطينا منظر رائع. لهنا شوفوا الالوان، تحبوا حتى تضيفوا البصل ما كاين حتى مشكل.
ديروا عليه الطماطم، بركة تحطوا الفلفل الأخضر، طريقة عشوائية، حاولوا بركة تنصفوا الألوان مع الزيتون. شوفوا كيفاه جت هايلة بزاف. ونكمل كامل الحبات بنفس الطريقة. هذا هو الشكل اللي تحصلوا عليه. شوفوا كيفاه جاوا الحبات. درك نحطهم في الفرن يكون مسخن من قبل، ونخلوهم حتى يتحمروا ويتحصلوا على اللون الذهبي، ونخرجهم ونوريه لكم في شكلها النهائي. هذا هو الشكل النهائي للتاكوس غراتيني. شوفوا بطريقة سهلة وبسيطة حضرنا تاكوس هايل يجي كما طاع برا، وبنين اقتصادي في نفس الوقت. ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع نهار اليوم، وتجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتير. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش الفيديو يجي نهبطو وتشوفوه. نتلاقيو في الفيديو القادم ان شاء الله.